وعلى صعيد ردود الأفعال، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعراق جينين بلاسخارت عن صدمتها إزاء فاجعة مستشفى ابن الخطيبة، ودعت إلى اتخاذ تدابير حماية أقوى لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الحاسم للقطاع الصحي في العراق وسط الوباء والعدوى المتزايدة. كما قدمت العديد من الدول العربية والأجنبية تعازيها للحكومة العراقية بالحادث المأساوي، مؤكدين وقوفهم مع أسر الضحايا.